محمد عطني معلومة واحدة عن ولد البحيح، شيء حيفتقدون الشباب، معلومة واحدة بس. الربع كلهم أخوان، والله أني كاسب فعلا. وليد أخوتي أنا وياه مهم من البرنامج، وليد أعرفه من قدام البرنامج، وليد من فوق المدح كله، من فوق العلوم الغانمة كلها، ولا به قصورنا على أخويانا الموجودين، ولكن وليد تربطني معه أخوة قبل البرنامج صداقة قبل البرنامج نعم. وأنا داري إن شاء الله نحن كلنا بإذن الله كلنا يد واحدة، وليد من فوق كلام محمد. ونعم وليد، بس أنا أتكلم يا محمد ناصر، البرنامج إيش راح يفتقد من وليد بالضبط؟ هو بحر، عطني العمود. شوف، خل خوتنا ومحبتنا الآخر على جنب. حلو، أنا ودي إنه يطلع. هذا كلام صح. نعم. أنا ودي إنه يطلع. ما من تصريح قوي. ما من محتاج. لا تقول تصريح قوي. أنا لو إنه مكاني قلت الكلام. تتمنى إنه يطلع. بس هو يقول ما منك فائدة. أي والله ودنا إنه. الله يخليكم بعض ويخليكم لبكيت الشباب. عايض. الشيء واحد الكلية راح يفتقدون الشباب من أحمد الشمري في حال إذا طلع من المسابقة والمنافسة.